من رحم خصوصية المنطقة ولدت فكرة مشروع تعثر لسنوات ليبعث اليوم واقعا يرى النور، لاح بظلاله إنتاجا صناعيا موجه لقطاع الفلاحة. كان له الأثر في تقليص نسبة الواردات بنسبة 40% مشاركة في الاقتصاد الوطني. بعد التوصيات اللي قدمها رئيس الجمهورية للولات استفدنا من الأرضية في مجال الاستثمار، فيه 6 وحدات إنتاجية، وحدة الإنتاج الخيط الزراعي، ووحدة إنتاج حويصلات الزرع البذور، وحدة إنتاج لواحق الأنابيب التنقيط، وفيه 3 وحدات أخرى. استثمار صنع لنفسه اسما في السوق الوطنية بفضل جودة منتوجه وتوفيره الآني عند الطلب، معتمدا في ذلك على مواد أولية محلية ويد عاملة مؤهلة. جمعت أبناء بلديتي أم الدروع والزبوجة بشلف ضمن مناصب شغل دائمة. الحمد لله، كنا بعد ما كنا عاطلين عن العمل، بعد ما فتح الجنين هذا قدمنا طلب عمل واستقبلونا والحمد لله يا ربي. عندنا تقريبا 150 عامل، نزلوا ما يقارب 6000 7000، راه يمشي ما شاء الله. حركية دؤوبة ترافقها خبرة تقنية لطموح لم يتوقف هنا، فالمؤسسة ورغم حداثة نشأتها تراهن على تلبية حاجة الفلاح كاملة من معدات إلى مواد فلاحية بإنشاء مصنع جديد ينتظر أن يستلم بداية العام المقبل. نتخصص في إنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية، في برنامجنا نوصل إلى 250 عامل. بعد صناعي وفلاحي تحمله المؤسسة تبنته الدولة بإزالة عراقيل تجسيده، فاتحة بذلك مجال ولوج عالم الاستثمار بما يعزز دعم الاقتصاد الوطني على مصراعيه صناعيا وفلاحيا.